أنا اسمي سيلفانا، أنا الأصل من سوريا بس مجوزة لبنيز، هو هلا جاي على الطريق. He wants to meet you guys. بيت كان بورن بالحدد بيروت 1971، وأنا جيت كمان من سوريا بس هون تجوزنا، وكنت رايحة للنيرسينج، عاملة البي اس ان، سو 4 years degree. بعدين جوزي قرر إنه يفتح مطعم مع أصحابه، ما زبط الشغل، so I had to take over. So luckily I grew up in a chef family. كنت يعني كل حياتي مع ستي وجدي وأمي الله يرحمها كنا صغار، كانت بعدنا سو تعلمنا المقانة، تعلمنا الباسترما، تعلمنا كل شيء. ستي أصله تركي من ماردين، وجدي أصله إيراني من أرميا. So عنا الكل البهارات ببيت جدي، يعني عنا الكادينة كانت هيك صغيرة كل البهارات، ومعودين نحن على البهارات من كل شيء، you name it. القرنفل للزنجبيل للصفة everything. So we learn, we know the taste between القزبرة والكمون، هاي شيء نعرف. So تعلمنا كتير. لما صارت هيك معنا القصة قلت له لجوزي you know, we have to survive it. قال لي أكيد، قلت له أكيد we'll do our best. So خبرت خالي فيكتور بألي الله يرحمه، هو كان شيف كمان عنده البرمكي بألي وعنده الرسبي كلها جدي وستي، إجا لهون علمني الشاور، معلمني from A to Z كيف بتعملي الشاورما، كيف تعملي الستيكات، كيف تعملي الشيش طاووق، كيف تعملي الكريم توم، everything. I can give myself a credit بس لأنه أنا مشيت كل شيء وبطبخ. قلت له خاله يعني أنا خايفة أنه أمشي، قال ما تخافي لأنه نفسك نفسنا، أنت معنا بالعائلة، أنت معودة مع تيتا ومع جده ومع كله. سو الحمد لله هي 5 سنين. So we survive it. We survive COVID. مشي حالنا، نشكر الله. العالم عم بتحب الأكل. I have from Armenian counselors للإيراكي كونسلرز للكنديان كونسلر فرنش كونسلرز، كله بيجوا يأكلوا هون كله، and they love because they go all over the world. يقولوا لي سيلفانا يعني مش معقول الأكل إنه فرش وطيب والفلايفرفول، كل أكلة في إلها different because different spices completely. They share only the garlic, but definitely I make some for you without garlic today. عن جد الشيش طبوق، الشيش طبوق يعني، والشيكن شاورما. العالم هون البابيولر يعني more they like white meat، بيحبوا الدجاج، بس اللحمة كمان عم تمشي. يعني ما عنديش شيء. A lot of people eat the falafel, it's like oh my god this is your signature. بعدين بيجوا للشام تقول no this is your signature. So عن جد يعني كل شيء من اللبنة شغل إيدنا، يعني ما فيني خصص شيء خصوصي إنه العالم بس عم تيجي كرمال هذا الشيء، عم يجوا بالفعل لكل الأكل. و they have to go through the whole menu. بجربوا اليوم الدجاج، بكرة بيجوا باللحمة وهيك كذا، يو نو عنا اللام البيف كله، عن جد everything top quality meat، لانه العالم عم تعرف ما يعني الستيك هي السكرت ستيك للبيف شاورما كلها، الانر ستيك يعني كلها توب توب، واكيد البهارات يو نو 15 سبايسز بس بالبيف شاورما، سو اتس ا لوت اوف سبايسز ان ات. بس الحمد لله يعني ما يعني ما فيني خصص لك لانه العالم هن اللي بتجي تطلب، بس اكيد الدجاج هو ماشي اكثر لانه طبيعه العالم بتحب. حتى عملنا تشيكن كبه لانه العالم بدها ما بدهاش تاكل ريد ميت. ايه طبخه هلا اليوم قلت لك دجاج مع رز بحشوه، كمان هيدي شغل ستي وشغل امي، يعني الحشوه تبعتنا انه البهاراتنا وهيك. بنعمل مخلوبه حسب الاوردر، بنعمل مخلوبه باذنجان، كبه بلبن، ورق عنب مع ستيكات مع لحمه، هو بنعمله فيجيتيريان بس بيطلبون هالطبخات. هن في عنا السوتيه المسقعه كمان مطلوبة كتير لأنه vegetarian، بس فينا نعمل add chicken shawarma beef shawarma لألها، بتطلع مع beef or chicken. عملت لك خاص مقانة، وكمان هدول شغل ستي وجدي الرسبي، that's it, you're special for Anthony today. عن جد، وأكيد ما في انتوم لأنه المقانة ما في فيه انتوم. وعنا السجق كمان عم يمشي تمام كتير، يعني عندي الأشياء كلها اللي موجودة كلها authentic. It's all grandma grandpa's recipes. يعني بخبرك إنه عملت لوبيا مع رز لأنه سبيشال أوردر، إذا بيعملوا سبيشال أوردر بنعملها، منا مشكلة يعني. كل الأكلات، كوسة بلبن عملتها. نحن عنا ملدوم المردلية بيقولوا لها ملدوم، الملدوم هي باذنجان، ونقليها للباذنجان وبعدين نحط لها مثل الكفتة هي بس بلا توم، اللحمة هي مع بهار وبقدونس بس، ونحطها هيك مثل الترين، بنعملها مثل اللاين. الملدوم كتير كمان مطلوب، يعني العالم عم بتحبه لما عم بيدوق، especially big parties. عنا مثلا رمضان breakfast، عنا شيء الشيء إنه بيعملوا. So this is it. يعني الأكل كله فيه، كله المنيو هي كتير كبيرة. وهلا عملنا breakfast
سو عنا السجق مع بيض، عنا الشكشوكة هي الأصلة بندورة مع بيض، عنا بطاطا حرة، لبنة شغل إيدنا، زعتر مناقيش، كله كله موجود على البريكفاست. بنبلش بالمطبخ. يا بدي اقول لك شغلة فايت على مطابخ قد ما بدي. اول ما تفوت على مطبخ ست البيت ريحه غير، مش معقول، سبحان الله. فايت على مطابخ قد ما بتكون. نحن وين صرنا سيدر بالاس، فوت على المطبخ دغري في ريحه بالمطبخ بتذكرني ببيتنا نحن وصغار، بيت ستي ساعات كنا نروح لعنده المطبخ، البيت، الطناجر، الشاورما ليكو مصفوف صف مرسوم رسم، الروايح، البهارات، هالطناجر اللي عم تفتح انديفيدجوال طناجر تبع البيت، مش الطناجر الحديد المسوده تبع المطاعم. مش معقول، الحمد لله. مش شطت رايلتي، مش معقول. كل شيء يعني ريدي تو سيت، نفس الاشياء هون اللي تحت. تطبخي مثل ما بتطبخي لاولادك؟ نفسه. زيد شيء؟ نفسه. عشان هيك الاثنتك، عشان هيك الاثنتك العالم عم بيقول يعني اكل البيت مش اكل مطعم، يعني عم يحبوا الاكل لانه عم يقولوا بالفعل عم نجي. عندي كثير لبنانيز that they came here in the 50s وبيتذكروا بعد ست وجده لما بيفوتوا عن جد، يعني مثل الحكي قال يعني سيلفا عن جد عم بيذكرنا بيت جدي من 50 years ago. مش معقول. بدي خبرينا هيك تعب شوي سيلفا لأن ما انتبه. When Iran meets Turkey meets Syria meets Lebanon. Yes. Four influences بطبخة واحدة. بطبخة واحدة. Can't wait to taste. مش إيه يعني super excited. أنا كتير لأنه على طول يقولوا لي أنت من وين الأصل، عم بقول لهم في عندي secret، عندي جد ستي أمه لبيي نص أرمنية نص روسية. United Nations of Food. So الحمد لله بس كنت علمنا فريس باتري شتيري كان عندها لعبة هي شقرة بلوند، أنا ما طلعت عليها سادلي يعني، بس عندي ابني الصغير طلع عيونه زرق. بس the little one only. تحال الجاوة الدخل هاي هاي. عند جوزة كمان هي. هاي عملت لك الوردات خاصة لإلك. هدول هيك المناقيش عم يظهر على بس اكيد يعني هلا مش معقول. الروائح والبهارات كلها سوا محطوطة هون ومستوفة، الرز عم يتفلفل وعم يتغسل على طريقة البيت، المناقيش عم تتخمر هون، بندورة عم تنقص على الايد وحدة حد التانية، طلعوا قديش رقيقة. لك وين بمطاعم في هيك؟ لبنة حزازة، مش حزازة بس هيك بنعملها، لبنة نحطها بالكيسة اكزاكتلي. هاي شو هاي؟ هاي مين؟ كيف؟ والمقانق جايين على الطريق، التنين عملت لك المقانق جاهزين. ثانك يو. بس هلا ونحن هون عندنا البشوا اكيد ما بنغسل. حمص بيتغسل. That's how it is. اللحمة بتتقطع. هاي اللحمة. يعطيك العافية. الله يعافيك. لا بتحسوا عم تحسوا؟ بأمريكا، شيكاغو، مطعم، بيت، لوفون. من بلادنا مع هالجو الضحكة الحلوة، النفس، الإيدين الطيبة. عم بتحسوا شو عم حس؟ اوكي. And then عندهم صحتين. And then عندهم Cedar Palace. Hi. Nice to meet you. Good, how are you? Cedar Palace Garden. وفيروز عم تغني معنا in the background. يا وطني. يا حي وطني. ومن ظهر من هون؟ عندك الرسمة هاي يعني the invention of the year مثل ما يقولوا. This is what we had today. We made it. Honestly كنت أنا I'm so proud to be married to a Lebanese عن جد، لأنه بالفعل التراث وكله، حتى غير التراث اللي أنا عندي ك you know أهلي وستي وجدي وكله، بس بالفعل بدي الدبكة اللبنانية لازم تفضل تعال حدي ومع الطربوش خلينا نبلش نغني ونجمع هالناس. نمسك الدبكة يلا. عن جد يعني تركي بس هيك والله ما فهمني حبيتي بعد ما اكلت الاكلات ام شور باكد من هلا كثير عم بسيط كثير احب وما راح يطلع بالي فل وراح ضلني ارجع اجي لعندك قلت له بعد ما بلشنا ناكل الطاقه اللي عندك اياها اتس كونتيجيوس بتعدي. تعرف ايش لما ربنا يكون موجود، لما يسوع يكون موجود everything is good.
Oh my God, you're amazing. ربنا هو اللي عم ببارك صدقيني. I cannot tell you how much. ما فيني أعطي the proud to myself. I can't give myself because ربنا هو اللي ساعدنا. نحن على ركبنا صلينا وطلبنا يا رب نحن وقعنا بهالمشكلة بس أنت تشيلنا وربنا شالنا منها. وأنا وبيت يعني my husband's name is Peter يعني كنا كتير desperate. 3 months we couldn't even survive it. بس الحمد لله. بيت نيالك نيالك فيك حافظ عليها. Thank you. قلت له لبيت قلت له you know what nothing is impossible in God's hands and I can do all things through him who gave me strength. هو ربنا الوحيد بس عن جد يعني أنا مؤمن إيمان كامل إنه الرب هو عم بيوفقنا و 5 years now we survived COVID وتشوف أنت ما شاء الله يعني هون النيبرز كلها حول حمص خلص يلا نزال كل الاخبار بميل صار وقت ندوق عبالي بلش بسينمون اند تشيز كان سميها فوكاتشا هي منقوشه بس طلع نافخه مثل الفوكاتشا سوبر اميزنج جو روح عجينه جبنه مع قرفه واو واو هي اول مره بدوقهم مع بعضهم اول مره بدوق منقوشه جبنه مع قرفه قديش ظابطه عندها convection oven ما عندها الفرن اللبناني اللي احنا بنعرفه بس عم تعمل شغل بعقد المنقوشة اللي طعمتها من طعمة البيت فوكاتشا مثل التليان نفختها مش معقول والخميرة اللي بقلبك بس كلهم مال وانا بدي ادوق اللي خبرتنا عنها هي اللبنة اللي بتعملها لبنة معمولة هون على خبزة معمولة هون واو طعمة الحليب حمودة Good job شكشوكة شكشوكة مش معقول هيدي مع سينمون مش معقول سينمون شيف شي خيلي عن جد This is something a new invention Let's do زعتر again لبنتك عظيمة Oh my god This is very good stuff. Very, very, very good stuff. Amazing stuff. Super good stuff. وين بدنا نروح؟ معالق وين؟ بيض مع لحمة. لا بس هيدي خلينا ناكلها معصورة. رح ناخذ خبزة لبنانية. فوالا. رح نحط لها أكيد لبنة. راح نحط الشقفة حرزانة بيض ولحمة شوية بندورة and enjoy بلشين صح نفس بيت طعمة بيت احساس بيت بلشنا صح بلشنا بكير بعد ما خلصت طنجة رز على الدجاج غدا بعد شوي عم شم ريحة القرفة قبل ما بلش دوق خليني اخبركم نوستالجيا بالكشافه كان المره الوحيده والاخيره اللي اكلت فيها مامونيه بالكامب ايستر شتى تحت الخيمه برد قد ما بدكم للعظام واذ اجت المامونيه عملناها نحن حطينا لها سميد سكر سمنه رشه قرفه على الوجه بتدفي طيبه وهيدي تاني مره برجع باكلها فيها سوفينير فيها ذكريات كتير حلوه كتير كتير حلو ان كان السميد اللي تغربوا مثل البرغو اللي تحت السنين السكر سويتنس الدفى اللي بتفوت هون بحسوه بالزعيم نوستالجيا اسمها مامونية وانا اكيد كتير منكم بيعرف الاسم وبتذكروا بالتيتا وبيام الطفولة هلأ صار وقت الجد صار وقت الجد كل شي سمعناه قبل كل شي حكيناه قبل كل شي خبرتنا اياه قبل هلأ صار وقت الجد انه نشوف اذا مثل ما عن جد عم نحكي الاكلات عظيمين كلهم عمل ميت تو اوردر انا مينيوت اوريجانو اند تشيكن جوسي سوفت نايسلي ليموني اند ذن
هي الأكل النطرة. الأكل النطرة فيها قلوبات، فيها رز، فيها دجاج، لحمة مفرومة، قرفة، سنوبر، مثل ما بحبها. اللحمة والرز ملبسين على بعضهم شوي، اللي فيهم سمنة، يلي بيجي دجاج مغطيها، رز على دجاج بس دجاج فوق، دجاج على رز. طلع 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 شو حلو. خليني احط بعد، خليني انبسط بعد، خليني فش خلقي بعد. تاني أكلة عندي بين الورق عنب وهاي، ما بعرف ايها بتربح. لازم الرز يكون ملبس شوي، ملزع بعضه شوي، مش الدنتي، كتير بهارات، كتير كتير بهارات، قرشة اللوزة، قرشة الكاجو، طعمة بيت، نفس، اشتقتوا لوطنكم لبنان، أردن، سوريا، عراق. This is what you need. Flavors of home. And then لحمتها tender, full bodied, with a character. فتوش معمول صح، تبولة، مفروم كتير ناعم. شو بدي خبركن تا خبركن، أنا رح كفت على رز عدجاج اسمه سيدر بالاس، and I'm impressed. إذا هيك مبلش السفرة بأول فيديو في إشي هالقد طيبة وناس هالقد طيبين، أوه ماي جاد شو هالسفرة. 30 يوم إذا كل يوم رح أكل شيء هالقد طيب وهالقد فيه نفس، يا ست سيلفا أنت بطل. إيش شو هالإكسبرينس؟ عن جد شو هالإكسبرينس؟ هي بتعقد، أكلتها بعقده. واو، nice stories. I love it. Okay, what's next؟ شو بحب أعمل؟ هيتا نحزر، حزورة. حزورة مومنت. شو بحب أعمل بكل سفرة؟ أو أمريكا أو كندا أو أستراليا. شو في محل بحبه كتير؟ بيكون عنده هوت دوغ؟ يس. It's Costco time!